بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل تھا دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے، اور استاد شہزاد ناگی صاحب کی طرف سے بھی سبحان، میں بالخصوص میرے بھائی جلال الدین صاحب میں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بلال نوشاہی سہروردی صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کی ساری فیملی جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سماع کا اہتمام کیا، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو. ماشاء اللہ بہت خوبصورت نالی صاحب نے، بہت خوبصورت، بڑا بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ اب سید اچھا ختم شی پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کے سید ارشد گیلانی صاحب انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ بلال صاحب ختم شی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل شير شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القنطين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد سيد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله.